مرحبا، جينا في الفيديو الأخير واللي هو بداية البلوتينج لهذا الموضوع. مشان إحنا نبلش نعمل الرسومات والأشكال في R، رح نستخدم مكتبة اسمها ggplot لحتى نبلش نعمل البلوتينج لهي الشغلات. بس لازم نعمل لها انستلينج. رح نتابع مع بعضنا كيف إحنا نعمل انستل لإلها. انستل سوري بالعربي، انستل باكجز، واللي هي هتكون عبارة عن مثل ما حكينا جي جي بلوت. نكتبها جي جي بلوت 2، تمام، ونبلش نعمل لها انستول. هلا بياخذ وقت شوي. تمام. هلا حملناها. بعد ما احنا حملناها بدنا نستدعيها، نوقفها هون ونستدعي هاي المكتبة من خلال library. library اللي هي برضو نستدعي اسمها اللي هو ggplot2، صارت موجودة. تمام. هلا الggplot هذه بدي اعمل منها زي object، مثلا اقول له gg بلوت، تمام، وبدي ابلش في الجي جي بلوت هذا اشتغل نظام انه انا اضيف له رسومات، يعني زي كان زي نظام البلوت وانا ابلش اضيف له شو بدي. ممكن اضيف له اجزاء. اول شيء بدي استخدم البوينت، هو عن طريق ميثود اسمها جيوم، اي ثينك كده هي صح، جيوم بوينت، جيوم بوينت صحيح طلعت. تمام. في الجيوم بوينت بدي اخذ ال EAS اللي هو متعارف عليه عند في 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 R، من خلاله بدي ابلش اوزع X Y. فانا بدي اقول له جزئية ال X او ال X تري بدها تساوي من عندي انا الداتا قسمتها لتريننج، تريننج سيتس اللي هي هاي. تمام. training sets بديك تاخذ لي منها الداتا سيت هاي، تاخذ لي منها جزئيه ال years experience، تمام، وبعد كده تاخذ لي الواي. الواي بديك تاخذ لي منها برضو اللي هي جزئيه التستنج، او لا اوريدي هي نفسها حاخذ training sets. تمام. training sets، تمام. training sets بدك تاخذ لي جزئيه مين السالري. تمام. بعد ما انت اخذت الواي والاكس عرفتهم مين هم، بديك هلقيت تعطيهم لون. فانا بدي اقول له بدك تاخذ اللون، ممكن طبعا انتم حرين باللون اللي حتختاروه. ففي الكلر بدي اياك تاخذ ريد مثلا، وبعد الريد هذا بدي اياك تاخذ او تضيف كمان داخل هذا البلوت الجيوم الخاص باللاين. تمام. الجيوم الخاص باللاين برضو هستخدم ال AES لحتى انا اوزع عليهم مين هي X ومين هي Y. فانا بقول له بديك في X تحط لي برضو التريننج سيتس، خليني انا اطبعهم مثل ما هم او مو مستاهلة تريننج سيتس. تمام. تريننج سيتس هاي بدك تاخذ لي منهم برضو الـ years experience. تمام. بس في الواي هلقيتها هننتبه شوي. في الواي، في الواي بدي ياخذ البريدكت اللي هو بناه بناء على مين، على التريننج سيتس. فانا حروح اخذ البريدكت بالضبط، هي هاي الجزئيه. تمام. كنترول سي واحطها هون، كنترول في. تمام. وبعد كذا بدي اياه هون ينزل ويدي كلر، كلر انك لازم نغير الكلر، نقول colors خليها colors. لا تمام. الكلر بيساوي نقول نعطيه مثلا البلو. تمام. وبعد كده بدي اياك تضيف لي كمان التايتل، الجي جي تايتل. حلو، تعرف عليه. في الجي جي تايتل حط لي مثلا salary and experience، نقول
experience مع بعض وتقولي اياهم لمين هدول for training. هذا بدي اياه في التايتل يكون كده تمام. بعد التايتل بدي اياك تاخد الاكس ليبل او الاكس لاب هو اخدها كده. بدي اياك تحط فيها السوري تحط فيها اليرز تمام والواي لاب سوري نحط زائد الواي لاب حلو. بدي اياك تحط لي فيها مين الواي لاب كانت السالري كده تمام. هلا اللي حصل هون اللي انا ضفت استخدمت الجي جي بلوت لحتى انا امثل جزئيه التريننج كسكتر كنقاط. فانا قلت له بدي اياها بوينت الاكس والواي هي التريننج السالري والاكسبيرينس وبدي اياها لاين للجزئيه اللي عمل فيها بريدكت يعني اللاين اللي هو اختاره الداتا اللي هو توقعها تحط لي اياها كشكل لاين. فانا بقول له هون اعمل سيفنج لإلها واعمل لي رن على هاي الجزئية تمام. الجزئية بتقول لي انه must be either length 1 or the same as the vertex طبعا. احنا بعد ما عالجنا البروبلم لقينا انه الموضوع بعد التهجئة هلقيتها ناخد البلوت هلا البلوت اللي طلع معنا كالتالي هو اخذ السالري واليرز اوف اكسبيرينس. هذا هو اللاين اللي توقعه الموديل تمام بناء على لغه ار ولا انه هذا اللاين هو الخط هذا هو التوقع اللي بناه الموديل تمام. والسكتر هي التريننج داتا. فهو في هاي الجزئية عرض لي شو هو يتوقع وشو هي الداتا الأصلية. هلأ في البلوت الجاي رح نبني على التستينج سيت حنستخدم حيكون نفس اللاين اوريدي موجود ولكن حنغير في مين في النقاط. فهو حنشوف قرب الداتا أو قرب النقاط ما بين توقعه مع مين مع هذا اللاين. خلينا ناخد نفس الشيء ما بدنا نكتب كود تاني جديد. فهو اللي راح نعمله انه حناخد نفس الكود اوريدي كده تمام كنترول سي نزل تحت كنترول في بدنا هلقيت النقطة هاي انه احنا نبلش نغير في مين في موضوع اعتمادنا على التريننج والتست لجزئية تانية. فالجزء اللي حيتغير هون بس جزئية التستينج الخاصة في الـ في الـ في البوينت. احنا اللي حنغيره مين هي جزئية البوينت. فحنروح ناخد هنا التستينج سيت كنترول سي حنحطها مين مكان البوينت. اذا كده حتكون وكده هاي حتكون. هذه هي نقطة مين نقطة التستينج. وطبعا هون احنا حنشتغل على التستينج تمام. حنعمله سيفينج ونبلش نطبق الشغل ونشوف نعلمهم عشان ما نتغلب. انا بقول له هون بدي تعمل لي رن لهي الجزئيه. بلاحظ انه هو اوريدي هون بلاش خلينا نعمل زوم عليه تمام. هلا هي جزئيه التستينج. بنلاحظ في التستينج اللاين نفسه ولكن تغيرت مين النقاط. النقاط اصبحت عندي قادر اللاين يتوقع نوعا ما. هون في عندي نقطه اتوقعها تمام إذا بنلاحظ. بالتالي هون اللي حصل في البلوت هذا إنه إحنا قدرنا نبني لاين من خلاله. هو اللاين اللي بعبر عن شو هو الموديل هذا بتوقع والنقاط هي نقاط التستينج في هاي الحالة واللي قبلها كانت نقاط التريننج. لهون إحنا قدرنا نجهز أبسط موديل من خلال لغة R في الماشين ليرنينج. استب منيحة نحن نوصل لهي النقطة. أكيد في الأكواد اللي جاي رح نتعرف على خوارزميات كمان ونطبق أكواد كمان ونحصل على فاني بلوت زي كده نقدر من خلاله نحلل ونفهم الداتا سيت بتاعتنا ونقدر نبني توقعات. Thank you.